أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا وتابعوا معنا كل ما هو جديد على الساحة العربية والعالمية وأحدث ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربي. والآن لنبدأ. قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري والإفراج عن ما يزيد عن 60 ناشطا من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى منذ أن استؤنفت المظاهرات الأسبوعية للحراك في فبراير الماضي عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفشي الوباء، ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة والاعتداء بالضرب على المحتجين وإجراء اعتقالات جماعية. وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي لشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن رد قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي، ومن غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلا. وأضافت ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية دون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع، وينبغي الإفراج فورا وبدون قيود أو شرط عن جميع الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها أو التجمع السلمي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.